بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، نرحب بكم الطلبة الأعزاء مرة أخرى في لقاءات مساق مبادئ إدارة التسويق ضمن التعليم الإلكتروني لجامعة الإسراء في الفصل الدراسي الأول. نتمنى إن شاء الله لجميع الطلبة السلامة، وإن شاء الله أن تزول هذه الغمة عما قريب، ونراكم في رحاب جامعة الإسراء إن شاء الله. في المحاضرة الماضية تحدثنا عن المفاهيم التسويقية، وتحدثنا في جملة من الأمور التي لها علاقة بالتسويق من حيث مفاهيمه، أبعاده، طبيعته، أهميته. اليوم سنستكمل الحديث في الاستكمال للقاء الماضي، ونبدأ من مفاهيم التسويق الجوهرية. تحدثنا في المحاضرة الماضية على أن التسويق هو يعتبر تلبية للحاجات والرغبات من خلال التصميم والتنفيذ واستخدام أبعاد المزيج التسويقي للوصول إلى الأهداف التي نسعى إلى تحقيقها. اليوم سنحاول أن نتعرف على ماذا يقصد بالتسويق كفلسفة وممارسة. يمكن من الأمور التي يجب علينا أن نركز عليها دائما أن مفهوم التسويق يعطينا صورة شمولية لما يتعلق بالمفاهيم والدعائم الأساسية اللي بيرتكز عليها التسويق، من حيث أن التسويق لا يرتكز على نقطة معينة، وإنما هو يعتبر مجموعة من النقاط تكمل بعضها البعض. فهنالك دعائم أساسية يجب علينا أن نركز عليها، وسيكون محور حديثنا في هذا اللقاء عن هذه النقاط. ومن ضمن هذه النقاط الحاجات والرغبات وحالات الطلب، المنتجات والسلع والخدمات، القيمة والتكلفة والرضا، التبادل والتعاملات، العلاقات والشبكات، الأسواق، والمسوقون والمشترون المرتقبون. هذه النقاط سيتم الحديث فيها تباعا من خلال توضيح هذه الدعائم التي تعطينا مؤشرات لكيفية البناء التسويقي، على عكس ما يظن الجميع أن التسويق هو عبارة عن بيع منتج وينتهي هذا الأمر. التسويق أكبر من ذلك، ويتحدث في جملة من النقاط. نبدأ بالحاجات والرغبات وحالات الطلب. يمكن كلنا بنعرف أن التسويق هو عبارة عن منتجات، خدمات، أفكار، وإلى آخره من النقاط اللي بتكون محور الحديث فيما يتعلق في التسويق. ولكن يجب علينا أن نركز بأن التسويق يبدأ دائما بالحاجات، يعني بمعنى في عندي حاجات أساسية لابد من إشباعها، وننتقل فيما بعد إلى حاجات، إلى الأمر الثاني اللي هو الرغبات، اللي هي حاجات مشبعات محددة للحاجات. بمعنى إذا ما كان الإنسان يحتاج إلى طعام، ففي الحالة هذه لما بدنا نقول إنه بيرغب بإشباعه، تعتبر هذه الأمور بالنسبة له إيه؟ حاجة. أما إذا ما أراد أن يكون بأكثر عمقا في هذه التفاصيل، فنقول بأن هنالك إيه؟ رغبات. والتسويق دائما يبحث عن هذه الأمور. يعني الإنسان لما نيجي نقول والله إنسان جعان، هو يبحث عن حاجة أساسية. خلاص، ايش ما كان بده ياكل، زيت، زيتون، سمك، دجاج، الى اخره. اما اذا كان يبحث عن رغبه، الرغبه الان خلينا نقول تصل الى امر اعمق من هذا الامر. والله انا جاء على بالي اكل سمك مشوي، دجاج مقلي، والى اخره من هيك نقاط. فبالتالي هذه بتتحدد بتفاصيل مختلفه، على الرغم من انه حاجات الناس قليلة جدا، إلا أن رغباتهم لا تعد ولا تحصى. هذه مهمة جدا أن احنا نركز عليها بمفهوم التسويق. فبالتالي التسويق دائما يبحث عن هذه الرغبات، لأن الرغبات لا تعد ولا تحصى، فيجب على المسوق أنه يبحث عن هذه الأمور. فكل ما كانت الرغبات عندي متابعة لها بشكل جيد، كل ما استطعنا أن احنا نبحث دائما عن أسواق جديدة، عن أفكار جديدة في المعطيات اللي احنا بنحكيها، انه انا عندي الرغبات متعددة ومستمرة. فبالتالي يجب علينا ان احنا نكون متبعين لهذه ايش الامور. نستكمل ايضا في هذه الجزئية اللي هي الحاجات والرغبات وحالات الطلب. حالات الطلب هي تعتبر رغبات لمنتجات معينة، فبالتالي الرغبة تتحول الى حالة طلب عندما تكون مدعمة بالقوة الشرعية. يعني بمعنى كيف انا بدي اخلق حالة طلب؟
من خلال خلق رغبات، والرغبات هي تعتبر بالنسبة لإلي حاجات شو مالها؟ أنا اللي بدي أحاول إن أوجدها من خلال البحث عن منتجات جديدة، عن منتجات لم تكن موجودة من الأساس. عدم وجود هذه المنتجات وإيجادها مرة أخرى يعتبر في الجزئية هذا رغبات. زي مثلا احنا نيجي نقول اليوم الآيس كريم، كلنا بنعرف الآيس كريم كان عبارة عن مثلا بوظة بيضة وبوظة سودة بالمفهوم اللي احنا بنحكي فيه، ولكن اليوم صار في عندنا نكهات متغيرة، نكهة بالفانيلا، نكهة بالأوريو، نكهة بالتشيكن بالبلوبري، ولا إلى آخره من هيك نقاط. هذه الجزئيات اللي احنا بنتحدث فيها تعتبر رغبات، أنا دخلت في هذه الأمور. ولكن الأهم من هذه الجزئيات، أنا جبت رغبات علشان أنا أقول والله هذه المنتجات بالنسبة إلي في لها ناس، لابد أن يكون في عندي ناس مش راغبين فقط. الرغبة وحدها لا تكفي في مفهوم التسويق، لابد أن يكون هنالك رغبة وكذلك قدرة. يعني أنا اليوم والله جاء على بالي سندويش شاورما، ولكن قدرتي مش قدرة السندويش الشاورما، فبالتالي أنا في الجزئية هذه لا أشكل حالات طلب مستقبلية إلا إذا يكون معايا القرار الشرائي والقدرة الشرائية. ولذلك دعونا نعمل مقارنة سريعة ما بين الحاجات وما بين الرغبات. اللي الطعام بالنسبة إلي بكل تأكيد سيكون حاجة ضرورية. الغسالة في الحالة هذه رغبة، اشتراك في مجلة رغبة، الهاتف الخلوي اليوم صار حاجة. يمكن قبل 20 سنة الهاتف الخلوي ما كانش حاجة، كان بالنسبة إلي إيش؟ رغبة. فبالتالي تغيير التكنولوجيا وتغير بعض الأمور بتخلينا نغير هذه الأفكار من الحاجات إلى الرغبات نتيجة لمجموعة من المتغيرات. فمهم جدا إنه إحنا قبل ما نحدد الحاجة والرغبة نحدد طبيعة هذه السلعة اللي على أساسها بننتقل من مرحلة الحاجات إلى إيش؟ الرغبات. ولذلك حسب العالم كوتلر أبو التسويق قال بأن الحاجات يتم تقسيمها إلى 5 نقاط: حاجات معلنة، يعني أنا بالآخر ما في حاجة مخبية، المستهلك يريد سيارة غالية الثمن، هذا حاجة معلنة ما فيها تفكير تاني، يعني خلاص وضوح في هذه الأمور. حاجات حقيقية، المستهلك يريد سيارة مقبولة التكلفة، يعني بمعنى هاي الحاجة الحقيقية، أنا بدي سيارة بقدر أشتريها. المعلنة أنا والله نفسي أجيب سيارة غالية الثمن، عادي ممكن تتحقق وممكن لا، ولكن الإشي اللي بيتحقق هو اللي براعي النقطتين اللي حكينا فيهم، يراعي القدرة والرغبة، القدرة الشرائية والرغبة الشرائية. الحاجات الغير معلنة، المستهلك يتوقع خدمة جيدة من المزود، هذه بالنسبة له بتكون داخلية، والله إذا تحققت فهو بيكون حقق إشي داخله. زي الإنسان اللي بروح مثلا على مطعم وبكون متوقع من الساندويش اللي الشاورما اللي بده ياخده يحقق له حاجات، وبتضل هذه الحاجات غير معلنة إلى إنه يخلص الأكل. بعد هيك بحدد هل هذه الأمور حققت الحاجات تاعته ولا لا، هل كانت في التوقع اللي موجود ولا لا. ولذلك المقارنات دائما ما بين التوقع وما بين الحقيقة. حاجات بهجة بالنسبة له، بمعنى يعني خلينا نقول أكثر من المتوقع، سيارة بده يكون فيها جي بي إس مثلا معين، هذه تدخل في تفاصيل أخرى. حاجات سرية، المستهلك يريد من أصدقائه أن يروه كمستهلك عالم، يعني بمعنى أنه هو بيدخل في تفاصيل كبيرة في هذا الأمر. الآن السؤال، هل يجب الاستجابة فقط للحاجات المعلنة؟ يعني بمعنى الشركة حتى تجيب على هذا السؤال إنها بدها تسمع من الناس شو الحاجات المعلنة، بمعنى يستنوا الإجابة. بكل تأكيد لازم تكون لا، لأن الشركة الناجحة هي الشركة التي تبحث في حاجات الناس قبل ما يفكروا فيها، من خلال استطلاعات رأي، من خلال فرق البحث، من خلال المواكبة التكنولوجية العالية.
ولذلك احنا بنستغرب او بنتفاجأ انه في امور موجودة في السوق، سواء سوق السلع او سوق الخدمات، سيان بنلاقي انه في شغلات موجودة ما كنا نفكر فيها ولكن اصبحت الان موجودة، فبالتالي الجزئية الحقية الان هذه مدخل في مرحلة التجريب وصولا الى والله انا جربت هذه المنتجات، انتقلت من مرحلة التجريب الى مرحلة انه انا الان صار في عندي حاجة، الحاجة تم ايجادها وتم تلبية هذه الحاجة والرغبة من خلال اللي موجود. زي مثلا اليوم كل اجهزتنا الخلوية موجود عليها النت. التوجه اللي جاي انه والله احنا بدنا موجود على الجوالات لازم يكون في 3G، وفي دول تانية وصل ال4G، فبالتالي هذه الامور بيبحث عنها المستهلك، هذه حاجة بينتظرها حتى يلبي حاجاته ورغباته. ولكن الحاجات اللي بينتظرهاش انه انت اليوم تطلع بمثلا بابليكيشن، تطبيق على الجوال، هذا التطبيق يعتبر فيما بعد ضرورة أساسية لا يستطيع الإنسان أنه إيش يستغنى عنه. فبالتالي الحاجات متغيرة ومتجددة، والشركة الناجحة هي اللي دائما بتواكب هذه المتغيرات. المنتجات، وتحدثنا في أن المنتجات ليس بالضرورة أن يكون لدينا المفهوم التقليدي أنه والله أنا بدي أقول منتج يعني سلعة يعني أمسكها بيدي، مش بالضرورة، ولكن يجب أن تشبع هذه المنتجات الحاجات والرغبات. فبالتالي ما هو المنتج؟ هو المنتج اللي بيشير إلى شيء يمكن عرضه لإشباع حاجة ورغبة. وبالسياق هنا نتحدث على أنه منتج، لم نحدد، ممكن تكون سلعة، ممكن تكون خدمة، ممكن تكون فكرة. فبالتالي كل هذه الأمور احنا بدنا إيش نركز عليها، وهذا المنتج يتكون من سلع ملموسة وسلع غير ملموسة وأفكار، هذا راح نتحدث فيها بتفاصيل إن شاء الله في المحاضرات القادمة. طيب، هنالك ثلاثة نقاط يجب علينا أن نقارن فيما بينهما، ما بين القيمة والتكلفة والرضا. ما هي القيمة؟ هي اللي بيدفعها باختصار شديد مقابل هذه السلع والخدمة، يعني التقدير الذي يقدمه أو يراه المستهلك أو يدركه للقيمة الإجمالية. التكلفة المبلغ اللي أنا بدي أدفعه. الرضا هي المقارنة الآن، هل أشبعت هذه السلع أو الخدمة أو المنتج أو الفكرة أو أي شيء نحن بنتحدث فيه، هل أشبعت الحاجات والرغبات؟ والله إذا أشبعت الحاجات والرغبات معناه إحنا في الجزئية هذه استطعنا إن إحنا نصل للرضا اللي إحنا بنسعى له. والله ما وصلناش معناه في إيش؟ في مشكلة. فبالتالي مهم جدا إن إحنا دائما نقارن ما بين التكلفة وما بين الإشباع اللي حققه هذا الإنسان، القيمة والتكلفة والرضا وصولا إلى النقاط اللي احنا بنسعى إليها. التبادل والتعاملات. التبادل إن احنا بدنا نتبادل السلع أو الخدمات فيما بيننا، في حاجة يعني خلينا نتحدث عن الحصول على المنتجات من خلال طرق معينة. هذه الطرق الإنتاج الذاتي، يعني بمعنى صيد أو قنص أو تجميع فواكه، هذا فيش تسويق ليله، أنا أنتجته. الإكراه، سرقة، طبعا هذه ملوش علاقة بالتسويق، هذه أخلاقيات. التسول برضو أنا بحصل على شيء ولكن هذا ملوش فكرة، ولكن نتحدث على الجزئية اللي بتتحدث عن التبادل، يعني أنا بتحصل على المنتج مقابل مبلغ معين، وهذا بيبرز دور التسويق. فبالتالي في الجزئية هذه يبرز جوهر التسويق عندما يقرر الناس إشباع حاجاتهم ورغباتهم من خلال التبادل لهذه المنتجات والسلع. فبالتالي كل ما كانت آلية المبادلة في الإطار اللي احنا بنتحدث عنه خدمة مقابل خدمة، فبالتالي بنصل ليش للنقاط الخاصة فينا. طيب، العلاقات والشبكات. يمكن حدثنا في اللقاء الماضي وهنا بنأكد هذا اللقاء، التسويق ليس مجرد تسويق تعاملات تجارية، التسويق هو عبارة عن علاقات. هذه العلاقات هي اللي بتتأسس من خلال التسويق الاجتماعي والأخلاقي. فكل ما كانت العلاقات قائمة على العلاقات الأخوية الحميمية من خلال أطراف التبادل، كل ما كان هنالك تشبيك لهذه الأمور اللي مبنية على حسن التعامل، مبنية على الثقة، مبنية على مجموعة من النقاط اللي بتعزز العلاقة ما بين أركان العملية التسويقية.
فخلينا نتحدث عن شبكة التسويق، هي ناتج نهائي للتسويق العلاقات، بمعنى بناء قاعدة فريدة للشركة، هذه بنسموها شبكة التسويق. مين هي شبكة التسويق؟ هي المستهلكين، الموردين، الموزعين، تجار التجزئة، الوكلاء، الإعلانات، الأساتذة، الجامعات، وأي جزئية بتتحدث فيما يتعلق بشو؟ بخلال إقامة علاقات أعمال مربحة. إذا العلاقات والشبكات هي علاقات كبيرة متشعبة، هذه العلاقات بكون الهدف الأول والأساسي لإلها قديش أنا بدي أحافظ على شكل هذه العلاقة اللي بتسمح لإلي إني أعزز الأمور من خلال تسويق اجتماعي، تسويق أخلاقي، لتبادل العمليات الأساسية اللي لها علاقة بالسلع والخدمات. علشان هيك تحدثنا المستهلك والمورد والموزع وأساتذة الجامعات وغيرهم يعتبروا في إطار شبكة التسويق التي تعمل على الوصول إلى الهدف الأساسي لعملية التسويق. طيب النقطة السادسة اللي هي الأسواق، يمكن لما بنتحدث عن تبادل لابد أن يكون هنالك مكان يجمع هذا التبادل. هنا بيبرز بالنسبة إلى مفهوم السوق، يعني بمعنى مفهوم السوق هو عبارة عن المستهلكين المحتملين أو المرتقبين. دائما بنتحدث على أن المستهلك نوع محتمل ومرتقب. المرتقب هو اللي في أي لحظة ممكن يجي ويدخل في السوق، وبالتالي بتتولد له حاجة أو رغبة من خلال مجموعة من المعطيات اللي لها علاقة بشكل العرض الخاص بهذه المنتج والخدمات، الحاجة أو الرغبة اللي موجودة لهذا الشخص بأنه والله أنا بدي أحققها. علشان هيك بنتحدث المستهلك المرتقب هو الذي يكون لديه الحاجة والرغبة والقدرة. يعني أنا اليوم والله جاء على بالي أعبي كرت مثلا جوال أو أريده عندي في الجوال، هذه حاجة الرغبة موجودة، ولكن أنا ما فيش في جيبتي المبلغ اللي بيتحكم في العملية هذه، فبالتالي توقفت العملية اللي لها علاقة بأنه أنا مستهلك مرتقب، بطلت أنا مستهلك مرتقب إلى أنه يصير في عندي، فبالتالي بدخل في هذا إيش التعريف. إذا حجم التسويق يعتمد على عدد الأشخاص اللي عندهم الحاجة والرغبة ويمتلكون الموارد اللي بتحدد لهم الرغبة والقدرة على تقديم هذه الخدمة مقابل الحصول على المبتغى لهم اللي بيسعوا لتحقيقه. المسوقون والمشترون والمرتقبون هي النقطة السابعة فيما يتعلق بهذه الجزئيات. التسويق يعني في جانب مهم أنا بدي أتعامل مع أسواق حتى يكون في عندي تبادلات محتملة أو المرتقبة من أجل إشباع الحاجات والرغبات. خلينا دائما نركز على أن التسويق يعتمد على الحاجات والرغبات ويعمل على إيش؟ إشباعها. وبالتالي المسوق هو شخص يبحث عن مشتري، بدون وجود طرف المشتري لا تكون هنالك عملية التسويق. والمشتري المرتقب اللي هو عبارة عن الشخص اللي بيدخل في عملية التبادل فيما بعد. المشتري المرتقب شخص بيتم تشخيصه من قبل المسوق انه عنده الرغبة الكامنة والقدرة على دخول السوق. والمسوق قد يكون بائع او مشتري في نفس الحاله، طبيعي انه انا بدي اسوق خدمه وفي الاخر انا بدي اشتري خدمه، لانه عمليه السوق هي عباره عن عمليه ايش مالها تكامليه. من يكون مسوق يمكن ان يكون فيما بعد او في نفس اللحظه مشتري لتتكامل عمليه التسويق، ولا تستند على انه انا راح اكون مسوق طول عمري، لا ممكن انا اشتري في جزئيات مختلفه. هذه العناصر الاساسيه أو الدعائم الأساسية لعملية التسويق. بتمنى أنها تكون إن شاء الله واضحة. الآن ننتقل إلى الجزئية اللي راح أكون صلب الحديث فيها في خلال المساق، اللي هي المزيج التسويق وعناصره الأساسية. طبعا لا يوجد خلاف على العناصر المزيج التسويق اللي كلكم بتعرفوها، بيحكوا عنها المسوقين الفور بيسز، اللي هي المنتج والسعر والتوزيع والترويج. التوزيع المقصود فيه المكان، يعني ما هي الأماكن اللي أنا بدي أسوقها. في المحصلة
كيف أنا بدي أصل لهذه الأسواق من خلال تسويق تكاملي. التسويق التكاملي هو اللي بنحكي عنه التركيبة المؤلفة من عناصر المزيج التسويقي. وبالمناسبة يعني هاي الشكل بحدد لهذه العناصر الأساسية. بالمناسبة عناصر المزيج التسويقي هي عبارة عن شقين: عناصر المزيج للمنتجات وعناصر المزيج للخدمات. فيما يتعلق بالخدمات هي عبارة عن 7 عناصر اللي هي تعتبر 4 عناصر السابقة تاعت الخدمات، بنحكيها مرة تانية، اللي هي عبارة عن المنتج والسعر والمكان والترويج. أضف إليها 3 عناصر أساسية اللي هم الناس والبيئة المادية وعملية التقديم للخدمة، تعتبر هذه عناصر المزيج التسويقي للخدمات اللي تنبنى عليها كيفية استراتيجية تسويق الخدمات. طبعا رح نحكي فيها في التفاصيل إن شاء الله، وهذا الشكل برضو بوضح لي السيفن بيسز اللي احنا بدنا نحكي فيها. المزيج التسويق الحديث للخدمات، يمكن بالمفهوم بيحكوا انه بدنا نحول حرف البي لحرف سي. كيف؟ كنا بنعرف السيفن بيسز، بدنا نقول الآن السيفن سيسز. كيف؟ كل نقطة بنقطتها. تحدثنا عن البرودكت، البرودكت المنتج. الآن انتقلنا من مرحلة تسويق المنتج للبحث عن السي اللي هي الكاستمر أو الكونسيومر، اللي هي بدنا نبحث في ماذا يبحث هذا الشخص، عن ماذا يبحث هذا الشخص. فبالتالي أنا في الجزئية هذه أنا مش بس بنتج، أنا بشوف إيش حاجاته ورغباته. وهذا بأكد النقاط اللي حكيناها خلال هذا المحاضرة، إنه لا يعتمد التسويق فقط على تسويق منتجات، وإنما يبحث عن الحاجات والرغبات ويعمل على إيش إشباعها. النقطة الثانية البرايس، بعيدا على موضوع البرايس في عنده الكوست. الآن البرايس هو السعر، ولكن الكوست التكلفة. أنا يجب علي إنه أنا أنتج بما يتوافق مع شو؟ مع قدرة هذا الإنتاج، قدرة هؤلاء الأشخاص على شراء هذه المنتجات. طيب النقطة الثالثة البليس. البليس بتمشي معها كلمة كونفينينس بمعنى الملائمة. البليس عندي المكان اللي أنا بدي أوصل فيه المنتجات والخدمات، اللي بدي أوصل فيه المنتجات والخدمات اللي على أساسها أنا إيش بدي أنتقل. طيب النقطة الرابعة من الفور بيسز للبروموشن اللي هي المزيج الترويجي. كيف المزيج الترويجي؟ بدنا ننتقل فيه للكوميونيكيشن. للكوميونيكيشن بمعنى صار في عندي عملية اتصال وتواصل. هذه الـ4 نقاط اللي لها علاقة بالإيش؟ بالفور بيسز للمنتجات. بنضيف عليهم الآن الـ3 نقاط اللي تحدثنا فيهم، اللي هم الناس والعمليات والبيئة، لحتى تنتقل لكيفية تسويق أيضا شو؟ الخدمات. البيبول، الكارينج اللي هي أنا بدي أبحث عن الناس الأساسيين لنصل لهذه الجزئيات. البروسيس اللي هي العمليات اللي أنا بحكي عنها بالسي، الكول أوردونيتر بمعنى أنه أنا بدي يصير في عندي تنسيقات لهذه الأمور. الفيزيكال ايفيدنس اللي هي البيئه الماديه، بدي اركز على الكونفيرميشن بمعنى كيفيه الملائمه لهذه الامور. هذه الـ7 عناصر اللي لها علاقه في السيفن بيسز والسيفن سيسز، اللي كيف احنا بدنا نقارن فيما بينهم لحتى نصل الى امور الى علاقه بكيفيه الوصول الى تسويق شامل لما يتعلق بالحاجات والخدمات، ولحتى يكون في عندي أمور لها علاقة بالتسويق الحديث الذي يراعي كل الاعتبارات. أهمية عناصر المزيج التسويقي تعتبر بالنسبة إلى ركائز أساسية. كيف أنا بدي أتحكم في المتغيرات التسويقية؟ كيف بدي أحقق الأهداف اللي أنا بدي أخطط لها من خلال هذا المزيج التسويقي؟ تعال نحكي بالنقاط. طبعا رح نحكي بالتفاصيل، ولكن نحكي بعناوين سريعة لهذه الجزئيات. ماذا نقصد في المنتج؟ كلكم بتعرفوا المنتج إشي ملموس، فكرة
من خلال أمور محسوسة وغير محسوسة فيما يتعلق بالمنتجات. في المحصلة لابد أنها تشبع للحاجات المستهلكين وإيش ورغباتهم مقابل الحصول على إيش مواد. إذا نتحدث عن خواص محسوسة زي اللون والتصميم، وخصائص غير محسوسة زي الشعور بالصحة والسعادة والتفاخر وإلى آخره. في المحصلة لابد أنه علي أن أنا أصل إلى تحقيق الحاجات والرغبات من خلال هذه المنتجات. السعر، طبعا السعر هو عبارة عن القيمة النقدية. خلينا احنا نحكي كيف نصل إلى مفهوم وتحديد السعر من خلال المقارنة ما بين نقطة التعادل، إذا فاكرين هي النقطة التي تتعادل عندها أو تتكافأ الإيرادات مع التكاليف، ولذلك حتى تربح هذه الشركة لابد أن تسعر بدءا من هذه النقطة. ولكن حتى ندخل في موضوع التسعير، طبعا في عندي أسواق مختلفة، الأسواق المنافسة الكاملة يعني سوق مفتوح، في قوة طلب وفي قوة عرض، فبالتالي في الجزئية هذه بحدد هذه الأمور. يعني خلينا نقول سوق الملابس سوق منافسة كاملة، مفتوح هذا السوق، بمعنى ما بيقدرش واحد يتحكم في السعر لأنه المحلات كتيرة، الطلب كتير، العرض كتير، وأحيانا الطلب ممكن يكون قليل في ظل الحالة الاقتصادية اللي احنا بنعيشها. الأسواق الاحتكارية يعني هي بمعنى سوق احتكاري واحد هو اللي بحدد لنا هذه الأسعار، زي في طبعا الشركات الاحتكارية اللي بتكون هي لحالها موجودة في البلد، وعندنا كتير أمثلة لشركات موجودة في هذه الجزئية. يمكن أنا في هذه الجزئية بدي أطلب واجب منكم تشوفوا لنا ما هي الشركات الاحتكارية التي تحدد الأسعار فيما يتعلق في هذه الجزئية، يعني بتحدد السعر بناء على هذا الأمر، وتسلموا لنا الواجب، وراح نترك راح ننزل إن شاء الله مكان لهذا الواجب وتحطوا لنا تفاصيله، وتقولوا لنا كيف بتتحكم في السعر ضمن عناصر المزيج التسويقي. بكل تأكيد في عندي متغيرات كثيرة بتحدد موضوع السعر. الشركة الناجحة هي الشركة التي بيكون عندها مرونة فيما يتعلق بتحديد السعر، لأنه يمكن أصعب قرار هو قرار التسعير، لأنه بيتطلب يعني بيرتكز عليه مستقبل هذه الشركة وبقائها واستمرارها في ظل المنافسات العالية اللي بتعيشها الأسواق المختلفة. التوزيع، نتحدث عن المكان اللي أنا من خلاله أنا بدي أوصل هذه المنتجات والسلع من المصنع إلى، يعني خلينا نقول من الجملة، من تجار الجملة إلى تجار التجزئة، حتى يكون في عندي تحقيق المنافع المكانية والحيازية، بمعنى يتم ذلك من خلال وسطاء هم اللي بيوزعوا لي هذه الأمور. بدون سياسة توزيع فعلا لا تتحقق الكفاءة التسويقية المنشودة. خلينا أحكي في الجزئية هذه في أمثلة. بتعرفوا سوق المنافسة الكاملة اليوم موجود في أغلب السلع والخدمات في قطاع غزة، لأن السوق مفتوح. اليوم أنت بتروح تشتري مشروب غازي مثلا، خلينا نقول كوكاكولا، بتفتح الثلاجة بتلاقيش كوكاكولا. في اللحظة اللي بتلاقيش فيها كوكاكولا بتلاقي بتاخد سيفن، بتاخد سبرايت، بتاخد أي منتج آخر. الآن في هذه الجزئية سياسة التوزيع لم تكن فاعلة، لأنه لم تتحقق المنفعة الحيازية. المستهلك بطبيعته لا يوجد عنده ولاء للسلع، فكل ما انت كنت محقق له هذه المنفعة الحيازية كل ما كانت الأمور لإله سهلة، وبالتالي يصل إلى المنتجات اللي بيسعى للحصول عليها بسهولة. الترويج، يمكن كلنا بنتحدث على أن الترويج يمثل في كثير من الحالات القوة الدافعة للنشاط، بمعنى يعتبر عامل حاسم في تصريف بعض السلع والخدمات، لأنه هو يشكل في ذاته وفي نفسه مزيج لحاله، يسمى المزيج الترويجي، من خلال الإعلان، البيع الشخصي، تنشيط المبيعات، العلاقات العامة، فبالتالي هي تعتبر عملية إقناع وتواصل مستمر لهذا الأمر. هذه كل الأمور طبعا احنا ما بدناش بنحكي فيها بس في نقاط، لأن كل نقطة من هذه النقاط الأربعة لها فصل كامل راح نتحدث فيها، ولذلك
تطور مفهوم الترويج بشكل أوسع لحتى صار في عندي اتصالات تسويقية متكاملة. هذه الاتصالات هي الأكثر تأثيرا في بقاء الشركة ونموها. ما هو الذي يفرق شركة عن شركة أخرى؟ كيفية استمرار هذه الشركة في ظل المتغيرات الكثيرة التي تعيشها، وبالتالي هذا بقودها إلى دائما إلى تجديد، إلى الحيوية، إلى الديناميكية، إلى تغيير أنماط عملها وسلوكياتها لحتى تكون قوة موجودة وقوة مستمرة إذا أرادت أن تحافظ على حصتها السوقية. تمام. طبعا هذه اتصالات تسويقية متكاملة من خلال السوشيال ميديا والمالتي ميديا والإيميل والبرنت ميديا والموبايل وإلى آخره من هكذا نقاط. هذه تسويق متكامل يجب علينا أن نحن نركز عليه بشكل إيش؟ دائم ومستمر. طيب، نتحدث أيضا عن أهمية التسويق. التسويق حتى نرتقي بعد ما حكينا هذا اللقاء، هو مش نشاط تقليدي، هو يعتبر خلينا نقول أسلوب حياة. كيف يمكن لك أن تسوق نفسك؟ كيف يمكن لك أن تسوق شركتك؟ من خلال أساليب إبداعية ابتكارية. يمكن من النقاط اللي أنا دائما بحكي عنها، أزمة كورونا خلقت أساليب إبداعية وابتكارية في موضوع التسويق، رغم أنها كانت موجودة ولكن أصبحت ضرورة موجودة. اليوم كثير من المحلات التجارية أصبحت تتعامل مع الوباء على أنه يخلق لها أساليب إبداعية وابتكارية من خلال الإعلان الإلكتروني لهذه الأمور، من خلال استغلال السوشيال ميديا واستغلال تحديد الفئة المستهدفة اللي هم سيدات البيوت. هذه مهمة، كيف أنا بتحدد الفئة المستهدفة لإلي، إضافة إلى الإعلانات الكثيرة إن إحنا بنوفر لإلكم التوصيل المجاني، التوصيل الآمن وفق إجراءات وزارة الصحة بما لا يتعارض مع الإجراءات والتعليمات. فكل هذه الأمور بالنسبة لي تعتبر وسائل إبداعية وابتكارية حتى تبقى هذه الشركة أو هذه المؤسسة في مكانها، حتى ما تفقدش حصتها السوقية والناس ما ينسوهاش. لأنه قلنا الإنسان يتعرض إلى كثير من المتغيرات اليومية. هذه المتغيرات اليومية هي التي تخلق في ذاته وفي عقله أفكار جديدة. فبالتالي من كان له ولاء اليوم لمنتج إكس لن يكون له ولاء في المستقبل لهذا المنتج إذا ما كان هنالك عملية الإبداع والتجديد والابتكار. فبالتالي التجديد والابتكار هو يعتبر من الأمور اللي دائما تعمل على جذب هذا المستهلك. يعني ما تيجي تقول والله هذا المستهلك عندي موجود إطلاقا، المستهلك دائما يبحث عن أمور لها علاقة بتحقيق حاجاته ورغباته في ظل البيئة المعقدة اللي احنا بنعيش فيها. هذه البيئة المعقدة تتطلب دائما التفكير خارج الصندوق لحتى تبقى في مكانها السليم. باختصار شديد، أهمية التسويق يجب علينا أن نعيد النظر في التوجهات التسويقية، هذا اللي أنا قاعد بحكي عنه في ظل المتغيرات المتسارعة. كيف احنا بدنا نضيف أفكار جديدة؟ لابد علينا أن ننسق قواعد العملاء من خلال الاختلافات. كيف أعمل علاقات مستمرة؟ أعمل قيمة مضافة لهذه المنتجات. يمكن التغليف والتبكيت والشكل لهذه المنتجات يعتبر قيمة مضافة، مش بالضرورة كل شغلة أنا أحس فيها لازم ألمس تغيرات. علشان هيك مثلا بيطلع لك بأفكار جديدة لها علاقة في بعض المنتجات. كمثال، لما احنا بنيجي بنتحدث عن تقديم وجبة الطعام، بيقدم لك إياها في المطعم، بيضيف لك قيمة مضافة من خلال الشكل. شكل تقديم الخدمة يعتبر أحد النقاط الإضافية لهذه الأمور، رفع الرفاهية والمستوى المعيشي للأفراد، بدي أشبه حاجاتهم ورغباتهم، أسهل التبادل وإنعاش التجارة الداخلية والخارجية لأنه جزء أساسي في هذه الأمور. كيف أنا أستفيد من خلال التبادل تصدير للخارج، توجيه وترشيد سلوك المستهلك، لازم أنا أوجه المستهلك للسلع والخدمات بمعنى توجيه القوى الشرائية من خلال الوسائل المتاحة للجميع، ولكن
هنالك أشخاص بيستغلوا هذه الأمور. تنوير المستهلك أحطه في الحقائق والمعلومات فيما يتعلق بهذه الأمور. يعني خلينا نقول الناس اللي بيجوا بنزل لك الإعلان لحتى يشتري هذا الشخص بحطك في صورة حقائق. خلينا نقول في قنوات تلفزيونية بيجيب لك إعلان، مش بس إعلان مدته 30 ثانية، لا ممكن إعلان مدته 5 دقائق بيشرح لك عن هذا المنتج. هذا يعتبر تنوير لهذا المستهلك من خلال الحقائق اللي موجودة فيه والمعلومات. كذلك الترابط القائم بين أهداف التسويق وأهداف خطط التنمية، كيف احنا ممكن نعزز هذه الأمور من خلال الجودة، التوجيه للسلع البديلة، رفع الكفاءة وإلى آخره، تحسين وتعزيز الكفاءة الإنتاجية من خلال تحسين القدرات، توسيع الاستمرار والبقاء لهذه الشركات. كذلك نتحدث عن لابد أن يكون هنالك حلقة وصل ما بين المجتمع والإدارة. قلنا التسويق مش فقط تسويق منتجات، التسويق هو عبارة عن أنك تكون جزء من هذا المجتمع، تتلمس همومه، تتلمس احتياجاته، كيف أنت تكون جزء من رسم السياسات لهذه المنتجات، وكذلك خلق قيمة مضافة تحدثنا فيها من خلال الأمور التي لها علاقة بالأشكال أو بالشكل المبني على كيفية تحقيق هذه القيمة المضافة وإرضاء هذا المستهلك. ولذلك هذا بقودنا إلى مقارنة حتى ننهي فيها اللقاء ما بين البيع والتسويق. كيف الكل بيقول لك إنه المبيعات والتسويق بهدفوا إلى زيادة العائد، وحتى يعني باختصار شديد المبيعات جلب زبائن، يريدوا أصلا بكل تأكيد يريدوا رغبات، أما التسويق فبالتالي جعل الشركة تنتج ما يريد الزبائن. فبالتالي أنا في الحالة هذه ببحث دائما عن شو، ما هي هذه الرغبات. التسويق يبدأ بالزبون وينتهي بالزبون، حكيناها وأكدنا عليها. باختصار شديد أهداف المبيعات جعل الطلب متوافقا لمنتجات الشركة، أما التسويق كيف بدنا نصل للزبون ونحدد حاجاته والرغبات المستقبلية أعمق النطاق بعد الانتهاء من الانتاج. التسويق قبل وخلال وبعد، عملية التسويق عملية مستمرة، أما البيع فقط بيع. مدى المبيعات قصير، أما التسويق فهو طويل الأجل، يبقى مستمر مع الزبون طول ما هو الزبون موجود. العملية عادة واحد لواحد، أما التسويق فتعتبر عملية مالها مستمرة من خلال قنوات التوزيع والتسعير والأسواق وكيفية الترويج لهذه المنتجات وغيره. التركيز في المبيعات يركز على تحقيق أهداف لها علاقة بحجم المبيعات، أما التسويق كيف أنا بدي أحقق رغبة وتلبية حاجات هؤلاء الزبائن من خلال الترويج والتسعير وغيره من هذه النقاط اللي لها علاقة بهذا الأمر. بتمنى تكون الأمور هيك بتكون وضحت لإلكم. في آخر سلايد موجود بين إيدينا التسويق في خدمة المجتمع، نقول بأنه هذا غلاف لعلبة سجاير ضمن حملة قومية لمحاربة التدخين، بأكد لنا قديش أن التسويق مش بس تسويق المنتجات وخدمات بقدر ما هو تسويق لمحاربة بعض الأمور، توعية لبعض الأمور في هذا الإطار. عشان هيك برضو سؤال تاني، بدنا تجيبون أفكار تسويقية موجودة استغلتها الشركات في سبيل التوعية لهذه الأمور. طبعا إلى هنا نصل إلى لقاء لقائنا الثاني في هذا المساق. أتمنى لكم إن شاء الله تكونوا الأمور أكثر وضوحا. إلى ذلك الحين إن شاء الله نلتقي بكم في محاضرات أخرى. أطيب السلامة والأمنيات السلامة دائما لكم، وتحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.